السيدات والسادة المستشارون المحترمون، عملا بأحكام الفصل 100 من الدستور ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يخصص المجلس هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة المستشارين وأجوبة الحكومة عليها. قبل الشروع في تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال، وأعطي الكلمة للسيد الأمين لإطلاع المجلس من ما جد من مراسلات وإعلانات. تفضل سيد الأمين. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، توصل مكتب مجلس المستشارين من مجلس النواب بمشاريع قوانين تالية. أولا، مشروع قانون رقم 2320 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون 2292 الصادر في 28 من رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ثانيا، مشروع قانون رقم 2620 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2320 الصادر في 13 من شعبان 1441 الموافق 7 أبريل 2020 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ثالثا، مشروع قانون رقم 2720 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة الشركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية. أما بالنسبة لأسئلة السيدات والسادة أعضاء المجلس التي توصلت بها رئاسة المجلس في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 إلى غاية 5 ماي 2020 فهي كالتالي: عدد الأسئلة الشفهية 10 أسئلة، عدد الأسئلة الكتابية 10 أسئلة، عدد الأجوبة الكتابية 10 أجوبة. وفي الأخير نحيط المجلس المقر بأننا سوف نكون على موعد مباشرة بعد هذه الجلسة مع جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين جاهزين. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الأمين. تنزيلا لبرنامج الأسئلة الشفهية الأسبوعية كما قرره مكتب مجلس المجلس بالتنسيق مع الحكومة خلال هذه الفترة الرابطة بالتصدي لجائحة كورونا، والقاضي بإعطاء الأولوية لمساءلة القطاعات الحكومية المرتبطة بشكل مباشر بزدبير هذه الجائحة، يخصص المجلس هذه الجلسة لمساءلة قطاع التشغيل أو قطاع الشغل والإدماج المهني. نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال الأول موجه للسيد وزير الشغل والإدماج المهني حول التدابير المتخذة لفائدة المشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الأسرار المعاصر لتقديم السؤال. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، السيدة والسادة المستشارين المحترمين، سؤالنا سيد الوزير: ما هي التدابير المتخذة لفائدة المشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا؟ شكرا. شكرا سيد المستشار. والسؤال الثاني موضوعه التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد 19. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لبسط السؤال. تفضل سيد المستشار المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، الزملاء المحترمين، لقد تضررت حوالي 61% من المقاولات بسبب جائحة كورونا، وتسببت في توقف حوالي ثلث عمال القطاع الخاص عن العمل، وقد تقرر تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية كإجراء احترازي وقائي، كما تم اتخاذ العديد من المبادرات الوطنية ووسائل التعبئة الجماعية التي أبانت عنها مختلف مكونات المجتمع المغربي من خلال الخيارات الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا من أجل تعزيز وتأهيل الاقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة. لذا نسألكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات والتدابير المستقبلية لتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة؟ شكرا. شكرا سيد المستشار. والسؤال الثالث موضوعه الحصيلة المرحلية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستوى الاجتماعي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد الإله. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات المهمة لدعم المقاولة والأجراء في ظل هذه الجائحة، مما خلف ارتياحا عاما سيد الوزير.
نسائلكم عن حصيلة هذه الإجراءات خصوصا فيما يتعلق بأجراء القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، ونسألكم السيد الوزير على الاستراتيجية ديال الحكومة لمعالجة الآثار الاجتماعية على المدايين القريب والمتوسط، كما سألكم على الإجراءات للحد من بؤر تفشي الوباء في بعض المؤسسات الإنتاجية. شكرا. شكرا سيد المستشار. والسؤال الرابع دائما في نفس القطاع، موضوعه استراتيجية الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التشغيل وأوضاعه وأوضاع المهنيين. الكلمة لأحد السادة المستشارين الفريق الحركي. تفضل سي بقالي. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون. نسائلكم سيد الوزير المحترم حول استراتيجية الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التشغيل وأوضاع المهنيين. شكرا. شكرا سيد المستشار. السؤال الموالي موضوعه الإجراءات المتخذة لحماية المقاولة الوطنية ودعم الشغيلة المغربية في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد 19. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير، سيدات والسادة المستشارين المحترمين. سيد الوزير، يواجه المغرب كافة مؤسساته ومكوناته عدوا قاتلا سيترك مما لا شك فيه آثارا سلبية وخيمة على عدد من قطاعات القطاع العام والخاص. سيد الوزير المحترم، ما هي الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على المقاولات المغربية وشغيلتها؟ وما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم القيام بها للحد والتخفيف من هذه الآثار ومواكبة المقاولة المغربية؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال السادس موضوعه الانعكاسات المادية والاجتماعية والمهنية على الأجراء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. الكلمة لأحد المستشارين الفريق الاشتراكي لبسط السؤال. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، الزملاء المحترمين. سيد الوزير، ما هي الانعكاسات وباء كورونا وتقييمكم لها على الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء؟ شكرا. شكرا السيد الرئيس. السؤال السابع موضوعه التدابير الحكومية لضمان انطلاقة جيدة للقطاعات الاقتصادية وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية. الكلمة لأحد المستشارين فريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب. تفضل السيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، لا يسعنا في الاتحاد العام لمقاولة المغرب إلا أن نعرب عن تثميننا وتقديرنا للتدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي مكنت المقاولات والمواطنين من تجاوز تداعيات الصدمة الأولى للجائحة. وإذا كان علينا اليوم أن نضاعف جهودنا من أجل ضمان انطلاقة قوية سليمة لاقتصادنا الوطني من غير بدون مشاكل، فإن علينا أن نتساءل كيف لنا ذلك والحكومة لم تفي بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاق الثلاثي ل 25 أبريل 2019 والذي التزمت من خلاله بتنفيذ بعض التعهدات قبل متم شهر دجنبر 2019، وأذكر من بينها على سبيل المثال المرسوم المتعلق بالمادة 16 من مدونة الشغل، وكذلك تعديل بعض بنود مدونة الشغل بما يحقق بعض احتياجات المقاولة، يعني في حلول توفيقية بين احتياجات المقاولة وبين محاربة هشاشة الشغل في إطار مرونة مسؤولة، وكذلك القانون التنظيمي لشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب والذي ننتظره منذ 68 سنة والذي يشكل وصمة عار في جبين المغربي الحديث. بين قوسين، المرسوم ننتظره منذ 17 سنة. إذا مرت سنة دون تنفيذ هذه الالتزامات، والقطاع الخاص عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب رعى تعهداته ونفذ جميع التزاماته، وظلت مقاولاته شامخة صامدة لم تستسلم، ولكنها السيد الوزير المحترم لم تسلم. تغاضيتم عن وجهها المشرق ووجهتم لها الاتهامات تطعن في مصداقيتها وتخدش الصورة التي تعكسها أمام الرأي العام، وبخستم قطاعات بأكملها، بخستم هذه القطاعات ووجهتم اتهامات إلى المقاولين بالتحايل من أجل تحقيق ربح غير مشروع. فهذا كلام السيد الوزير كلام مردود مرفوض، يجب أن تسحبوه وأن تعتذروا للمغاربة وتعتذروا للمقاولات وتعتذروا للأجراء. المقاول هو الذي
هو الذي يغامر، هو الذي يخاطر، هو الذي يستثمر، هو الذي يخلق الثروة، يخلق مناصب الشغل، هو الذي يرهن جميع ممتلكاته من أجل مقاولته ومن أجل وطنه. أؤكد لكم سيد الوزير بأن مقاولات القطاع المنظم كلها مقاولات مسؤولة، كلها مقاولات ملتزمة، كلها مقاولات مواطنة، ورغم جريحها وجراحها سوف تستمر في القيام بأدوارها. شكرا. في الاقتصاد الوطني، سؤالي لكم سيد الوزير، ما هي التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل انطلاقات فاضلة في إطار حماية اجتماعية مطلقة؟ شكرا سيد الرئيس. السؤال الثامن موضوعه التدابير الاستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون حقوق ومكتسبات العمال. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. السيدة المستشارة تفضلي. شكرا سيد رئيس. سيد وزير، ما هي التدابير الاستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون حقوق ومكتسبات العاملات والعمال؟ شكرا. شكرا سيد المستشارة. السؤال التاسع موضوعه وضعية التشغيل في ظل أزمة كورونا. الكلمة لأحد المستشارين فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات السادة المستشارين. قبل السؤال لابد وأن نعي المجلس في وفاة مدير الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وبهذه المناسبة الأليمة نطلب من العلي القدير أن يتولاه برحمته ومغفرته. بخصوص السؤال، فنحن في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فموقفنا ثابت وواضح منذ بداية الأزمة، فنسجل دائما نجاعة الاختيارات والاستراتيجية الوطنية لمواجهة الأزمة، خاصة وأنها كانت استباقية واعتبرت أن للإنسان وللصحة أولوية وعلى كل شيء، وخاصة أولوية قبل الاقتصاد. سيد الوزير، في ظل حالة الطوارئ الصحية اتخذت مجموعة من الإجراءات لا محالة أنها أثرت على سوق الشغل، وذلك بإغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والإنتاجية في مختلف القطاعات، مما كان له الأثر الفوري على فقدان شريحة مهمة من المواطنين لمناصب الشغل. في هذا الإطار سيد الوزير، نود منكم أن تبينوا وتوضحوا للمواطنين مدى الإجراءات المتخذة لدعم الفئة الشغيلة التي فقدت الشغل على إثر هذه الجائحة، ونود منكم أن توضحوا للمواطنين ما هي استراتيجية وما هو تصور وزارتكم لسوق الشغل في ظل هذه الأزمة، وكذلك هل لدى وزارتكم تصور استباقي لما بعد الأزمة في مجال الشغل؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار. السؤال العاشر موضوعه مدى إلزام والتزام الشركات بالإجراءات والتدابير الاحترازية في أماكن العمل. الكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. سيد المستشار تفضلي. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والسادة، نسائلكم عن مدى إلزام والتزام الشركات بالإجراءات والتدابير الاحترازية في أماكن العمل لحماية الأجراء. وشكرا. شكرا السيدة المستشارة. الآن نمر الكلمة، نعطي الكلمة السيد الوزير الشغل والإدماج المهني للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتدابير المتخذة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا على قطاع التشغيل. تفضل السيد الوزير في حدود 30 دقيقة للجواب على السؤال وكذلك الرد على التعقيب. تفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيد الرئيس المحترم، سيدات السادة المستشارون المحترمون، يطيب لي أن أمثل أمام هذا المجلس الموقر مجددا لمناقشة والتداول حول قضايا الشغل والإدماج المهني التي استجدت مع هذه الوضعية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا، وكذا الإجراءات والتدابير التي اتخذناها في هذا الشأن بقيادة جلالة الملك حفظه الله. وفي هذه، وهي مناسبة أيضا أستغلها لأتقدم بالتهنئة لجميع العاملات والعمال المغاربة بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد الشغل، ولأتقدم
أيضا إلى النقابات العمالية الوطنية متمنيا لها مزيدا من العطاء وخدمة للشغيلة. السيدات والسادة المستشار المحترمون، لابد أن أشير إلى المنهجية التي سأرد بها، بحيث أنني خلال هذه الكلمة سأجيب عن الأسئلة التي وجهت إلينا بشكل رسمي، وإلا فإن بعض الملاحظات الواردة في الأسئلة سأتفاعل معها وسأتولاها إن شاء الله خلال المرحلة ديال التعقيب. لقد تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير سيدات والسادة المستشارون نتيجة هذه الأزمة، حيث أن أغلب التقارير المتعلقة بهذا الموضوع تؤكد أن هذا الاقتصاد يتواجد في لحظة صعبة نتيجة هذه الجائحة، والتي ستستمر لفترة ما بعد فترة تفشي الوباء. كما أكدت جل التقارير أن التأثيرات الاجتماعية لهذه الأزمة لن تكون أقل حدة من تلك التي يعرفها الاقتصاد العالمي، حيث ستكون آثارها على وضعية المستخدمين والمقاولات كبيرة، وهو ما أكده تقرير خاص صدر نهاية شهر أبريل عن مرصد منظمة العمل الدولية بعنوان جائحة كوفيد-19 وعالم العمل الذي يمكن أن نستعين به في مجال حديثنا اليوم، حيث توقع التقرير أن يكون التراجع في ساعة العمل في الربع الثاني من سنة 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة، حيث من المتوقع أن يصل التراجع إلى 10.5% مقارنة مع بيانات الربع الرابع من سنة 2019، أي 305 مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا، باعتبار 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما كانت توقعات مكتب العمل الدولي للتراجع في حدود 195 مليون وظيفة بدوام كامل. نسبة العمال الذين يعيشون في الدول التي يوصى فيها أو أضحى فيها إلزاميا إغلاق مقرات العمل بلغ نسبة 68%، وهي نسبة تراجعت بالمناسبة بعد أن كانت 81% بعد أن تم رفع إجراءات الإغلاق بالصين. كما أنه إلى غاية 22 أبريل الماضي 81% من المشغلين و 66% من العمال المستقلين عبر العالم يعيشون في الدول التي يوصى فيها أو أضحى فيها إلزاميا إغلاق مقرات العمل، مع تسجيل آثار وخيمة لذلك على الدخل وفرص الشغل، حيث تم إحصاء أكثر من 436 مليون مقاولة عبر العالم معرضة لمخاطر والاضطرابات كبيرة. السيدات والسادة المستشارون المحترمون، منذ ظهور الآثار الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد في بعض الدول، سارعت الحكومة بتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة حفظه الله إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الضرورية لمنع تفشي الوباء في بلادنا وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات، حيث كنا من بين الدول السباقة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة التراب الوطني، وحيث أن لهذه الاختيارات كلفة اقتصادية واجتماعية واضحة ومتوقعة، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وهو الصندوق الذي أقبل على المساهمة فيه بشكل تلقائي ومكثف مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية والمنتخبين والهيئات الحزبية والنقابية والفاعلين الاقتصاديين وعدد من الفعاليات المدنية والإعلامية والجمعوية وعموم المواطنين على حد سواء. وكما تعلمون فقد تم تشكيل لجنة يقظة اقتصادية برئاسة السيد وزير الاقتصاد والمالية والإدارة وإصلاح الإدارة، والتي تضم عددا من القطاعات الحكومية المعنية إلى جانب القطاع البنكي والمالي وكذا ممثل القطاعات الإنتاجية والخدمات في بلادنا، من أجل تتبع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم ورصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية من جهة، على اقتراح الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الجائحة من جهة أخرى. وبالتوازي مع ذلك حرصت الحكومة على التشاور مع المركزية النقابية الأكثر تمثيلية بصفتها شريكا اجتماعيا، وأيضا باعتبارها مؤسسات وساطة مجندة للعب دورها الحيوي في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث تم بهذا الخصوص عقد اجتماعين ترأس الأول سيد رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2020 الماضي، وترأس الاجتماع الثاني بتاريخ 15 أبريل المنصرم، وقد شكل فرصة للتشاور والتداول وتلقي اقتراحات المركزيات النقابية فيما يتعلق بجهود بلادنا لمواجهة هذا الوباء
وعلى الخصوص انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على المقاولة والأجراء وعلى مناصب الشغل وظروف العمل. واتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية عددا من الإجراءات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، بالنسبة للأجراء والمستخدمين، منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود التكوين من أجل الإدماج المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020، ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، مع الإشارة إلى أن التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 31 مارس 2020 تم تحديده في مبلغ 1000 درهم، مع تبسيط مساطر التصريح، وهو إجراء تم اتخاذه مؤخرا بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا من أبريل ابتداء من أبريل 2020. ثم ثانيا، الاستمرار في الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية أمو والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية، وقد صرحت برسم شهر مارس عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الغاية حوالي 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، أي بنسبة 61%، مما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا فيروس. كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا أكثر من 808 ألف أجير من أصل 1,600,000 أجير، أي أن أجيرا من أصل كل 3 أجراء توقفوا مؤقتا عن عملهم خلال هذه المرحلة. أما تصريحات شهر فبراير الأخير فقد تجاوزت 134,000 مقاولة بنسبة تجاوزت 62%، كما تجاوز عدد الأجراء 900,000، أي بنسبة تفوق 36%. ثالثا، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم في حدود 50% من الراتب الشهري الصافي المتوسط، كما أننا بصدد إعداد قرار في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعفائه كذلك من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق. خامسا، تأجيل سداد أقساط القروض البنكية بالنسبة للأجراء الذين تضرروا بسبب هذه الأزمة بناء على طلبهم. سادسا، تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة المشتغلين في القطاع غير المهيكل، حيث تم دعم الأسر المتضررة بمبالغ تراوحت بين 800 درهم و 1200 درهم للأسرة الواحدة حسب عدد أفرادها، وقد بلغ عدد الأسر التي حددت للاستفادة من هذا الإجراء ما مجموعه 4,300,000 أسرة. أخيرا، سادسا، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة كوفيد 19 يمكن أن يصل إلى 15,000 درهم، ويمكن تسديد هذا القرض الذي سينطلق تفعيله الذي انطلق على كل حال تفعيله منذ الأسبوع ما قبل الماضي على مدى 3 سنوات مع فترة السماح مدتها سنة واحدة. وحماية لحقوق الأجراء والمستخدمين، حرصت الحكومة من خلال القانون رقم 25/2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، حرصت على التأكيد على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة ما بين 15 مارس و 30 يونيو 2020 في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق المعنى الوارد بالمادة 32 من مدونة الشغل، مع احتساب فترة التوقف كمدد تأمين من أجل تخويل الأجراء الحقوق المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل، وتحويل هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر 26 يوما. بالنسبة للمقاولات، فقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التحفيزية والتي تهدف إلى مواكبة المقاولات المغربية من أجل تخطي آثار هذه الجائحة ودعمها من أجل الحفاظ على مستوى نشاطها وعلى مناصب الشغل لديها، من بينها تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الأزمة والتي ستستمر إلى نهاية يونيو 2020، تأجيل سداد القروض البنكية وتمكينها من قروض بنكية إضافية في إطار ضمان أكسجين،
أو تمتيعها بتسهيلات بخصوص التصريحات الضريبية والتدبير المحاسبة وغيرها من الإجراءات التي أصبحت معروفة اليوم. سيدات السادة المستشارون المحترمون، لقد اتخذت وزارة الشغل والإدماج المهني عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك التي من المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء ومواكبتهم لتفعيلها، مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة. وقد انصبت جهود مفتشي الشغل على ضمان استمرار نشاط المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطل إدارية قبل أوانها أحياناً، أو منحهم رخص استثنائية وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقرة العمل والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل. وقد شملت الزيارات المنجزة لهذه الغاية منذ بداية الحظر الصحي إلى غاية 30 أفريل 2020 بمجموعه 7661 مؤسسة. وفي هذا الصدد، ومن أجل مساعدة الأجراء والمشغلين على الإحاطة بحقوقهم والتزاماتهم خلال هذه المرحلة، أعدت الوزارة عدة دلائل تتضمن إجابة عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى دلائل أخرى تخص التدابير الاحترازية الواجب احترامها سواء بشكل عام أو تلك الخاصة ببعض المهن والوظائف داخل المقاولات. وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة، مع رفع تقارير يومية عن ذلك، تم إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي، وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية. وفي نفس الإطار، وتلافيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والإدماج المهني أو وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا. وتبعا لذلك، تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح اللامركزة وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدى المقاولات. ومنذ 15 أفريل تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالة والأقاليم، وتضم فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية ممثلين عن كل من وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني أو وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، وممثلين عن المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي لا زالت تشتغل أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء. وقد اعتمدت هذه اللجان في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة المذكورة أعلاه. وقد بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل ما مجموعه 10,759 منذ بداية الأزمة إلى نهاية الأسبوع الأخير. كما أسفرت هذه العملية عن إصدار قرارات بإغلاق 21 مقاولة، أيضا الإحصائيات المتعلقة بتاريخ الممتد إلى نهاية الأسبوع الأخير، والتي تشغل ما مجموعه 17,283 مستخدما بكل من مدن طنجة والعرائش وسلا والرباط والضاربدة وغيرها، على كل حال بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها. كما تم إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ألو 2233 خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات
سواء من طرف سواء لفائدة الأجراء أو أرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وذلك بوضع رهن إشارتهم أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل، وذلك بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وتم إطلاقه بحمد الله رسميا هذا صباحة هذا اليوم. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة الذي يصادف 28 أبريل من كل سنة، والذي اختارت له منظمة العمل الدولية شعار أوقف الجائحة، السلام والصحة في مكان العمل يمكن أن تنقذ الأرواح، تم تنظيم ندوة علمية دولية توجيهية عبر تقنية التواصل عن بعد، موضوعها تدابير الصحة والسلامة في أماكن العمل لمواجهة جائحة كوفيد-19، من تأثير خبراء دوليين ووطنيين من مستوى عالي ومشاركة عديد من المقاولات والمنظمات الممثلة للأجراء. سيدات السادة المستشارون المحترمون، أما بخصوص التشغيل فقد قامت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة بشكل استباقي باتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية من أجل المساهمة في التعبئة الشاملة الرامية إلى تطويق انتشار هذا الوباء والحفاظ على سلامة الموظفين والمرتفقين. وفي هذا الصدد قامت الوكالة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات بما يتماشى والإكراهات التي تفرضها ظروف هذه الجائحة، وذلك عبر تطوير عدد من الخدمات الرقمية التي وضعت كبديل عن الخدمات التي تم تعليق إسدائها بحضور التي يتعلق إسدائها بحضور المرتفقين. كما تم اتخاذ قرار معالجة ملفات عقود الإدماج عن بعد مع فتح إمكانية إرسال المستندات من قبل أرباب العمل عبر البريد الإلكتروني للوكالة الإقليمية وإرجاء استلام الملفات الورقية إلى تاريخ لاحق، بالإضافة إلى نشر الرابط الإلكتروني ووضع دلائل رهن إشارة المرتفقين الراغبين في الاستفادة، حيث يقدم الموقع الرسمي للوكالة عددا من المعلومات والمعطيات التي يحتاجها الباحثون عن الشغل وحاملي المشاريع، ويساعدهم على الانخراط في الخدمات التي أصبحت تسديها الوكالة عن بعد. سيدات السادة المستشارون المحترمون، اسمحوا لي في نهاية كلمتي هاته أن أغتنم الفرصة مرة أخرى لأتوجه بالشكر والتقدير لكل أعوان تفتيش الشغل من مفتشين وأطباء ومهندسون، وكذا مسؤولي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا مسؤولي ومستخدمي الوكالة المؤسسات العمومية الأخرى التابعة تحت وصاية الوزارة على ما يبذلونه من جهد استثنائي في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، إلى جانب باقي الجهود الوطنية الهادفة لكسب رهان تخطي هذه الأزمة بنجاح تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد الوزير. في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير ديال الشغل والإدماج المهني، أعطي الكلمة في البداية لفريق الأثار والمعاصرة. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس المحترم. سيد الوزير كنشكرك على المعلومات اللي قدمتيها، ولكن قلنا والمغاربه عارفين التدابير والاجراءات اللي دارت لمواكبه الفاعل الاقتصادي بعد التعليمات الملكيه. فاللي بغيت نقول لك سيد الوزير، انتم كعضو اللجنه الاقتصاديه بغيناكم تحتضنوا المقاوله المغربيه، فهناك مقاولات الان اللي الرؤيه ديالها مابقاش كتشوف المصير ديالها من بعد رفع الحجر الصحي، او لا مازال غيستمر الحجر الصحي. فهما كيقاوموا الان كمقاولين وطنيين وهازين واحد مجموعه من الالتزامات في غياب طبيعه الحال الابناك اللي خص السيد الوزير كعضو اللجنه الاقتصاديه يفتحوا واحد الحوار جاد مع الابناك المغربيه وديروا لقاءات مفتوحه ليطلع عليها الشعب المغربي والفاعل الاقتصادي، اما كما كنديروا حنا اللجان الان في البرلمان كيكون واحد الجلسه مفتوحه كنتابعوا النقاش وكل شيء، لان الان اي مقاول سموتي في المغرب المشكل ديالو هو مع البنك، تحمل مجموعه من المصاريف، هاز مجموعه من ديال العامله مازال محافظ عليها، مابغاش يوقف المقاوله ديالو نظرا لانه خصو يحافظ على ذوك الاسر ويبقاو تحت الاشراف ديال المقاوله ديالو، ولكن خص التحفيز. وانتم ترافعوا السيد الوزير تحتضنوا هذه المقاوله، لان وفي نفس الوقت كتحفظوا اليد العامله تستمر بشكل رسمي. السيد الوزير، هناك قطاعات متعدده، انا رغم ان الارقام انه المهنيين كاين 2 مليون و400 الف مهني
معطل الآن من نجار، من صباغ، من 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 ميكانيك، ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الآن متوقعين، ما عندهمش بطاقة رميد، ما عندهمش بطاقة لاسينيسيس، ما العمل؟ إذا هنا تفتحوا هذه اللجان الجهوية اللي هضرتوا عليها السيد الوزير، أنها تنسق مع السلطات المحلية والغرف على مستوى الجهات، يكونوا عند الإحصاء على الأقل تعتمدوا على البطائق باش يستافدوا. اليوم للأسف كان عندنا اجتماع مع السيدة الوزيرة، تأجل باش نقلوا المعاناة، نلتمسوا منها أنها تجي الأسبوع المقبل باش نناقشوا. كذلك هناك شكايات مجموعة من الشركات العاملة في المجال السياحي في مجموعة الأمور. علاش ما نفكروش في خلق ميثاق اجتماعي موحد شارك فيه الأبناك، النقابات، فاعل الاقتصادي والأحزاب السياسية، باش نتعاملوا بذكاء مع هذه المحنة، لأن الكل الآن متخوف. حتى ذاك العامل اللي راه جالس في داره ما عارفش المصير ديالو من بعد، واش غيرجع يخدم أو لا ما يخدمش. كاين أسر متعددة، كاين جوج ثلاثة اللي بكل صراحة خص واحد التفكير بذكاء، ما العمل من بعد هذه المحنة؟ إن شاء الله نتمنوا هذا الوباء يهزوا علينا الله سبحانه عز وجل، باش نرجعوا الروح للمقاولة المغربية، ورجعوا الروح لليد العاملة ديالنا. شكرا سيد الرئيس. كلمة للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل سي عبد اللطيف. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير على إجابتكم، وسوف أتحدث من مقدمتكم حيث أشرتم على أنكم اعتمدتم منهجية أعتقد أنها خاصة للتعامل مع هذه الجلسة، وقد استندت إلى معطيات ودراسات وأرقام. لذلك أريد أن أؤكد السيد الوزير المحترم على أننا في هذه المرحلة بالضبط، وأمام هذه الجائحة، وأمام هذا الوضع النفسي والاجتماعي، نحن بحاجة أكثر إلى تشخيص واقعي وتدقيق ودراسة قريبة جدا وواقعية وشفافة لتصل إلى الجميع، لأنه الجميع كيشتغل بهذه الطريقة، هذه منهجية موحدة. اللي ما كيعرف شي حاجة ما يمكنش يخطط ليها. إذا حنا كمواطنين محتاجين باش نكونوا مطمئنين، وباش نكونوا آمنين، وباش ما يوقعش الارتباك في الذهن ديالنا وفي الحياة ديالنا، لابد أنه يكون التواصل ديالنا في جميع القطاعات واضح وبأرقام، وهذا هو الكفاءة اللي حنا كنتسناوها من الحكومة باش توصل هاد المعطيات للمواطنين، باش ما تكونش الضبابية وما يكونش الارتباك. لذلك وفي إطار هاد المنهجية وتدعيما لها، احنا كبرلمانيين وفي الفريق الصغير وحده والتعادلية كنعتبروا هاد المرحلة هذه ونقاش البرلماني غادي يجي من أجل الدعم أساسا والتنوير، وكذلك الإضافات كقوة اقتراحية، ولما لا نسجل كذلك بعض الثغرات إن كانت من أجل تصحيحها. أتحدث مثلا عن القضية ديال العمال الفلاحيين، هل هادو ماشي عمال؟ شنو مصيرهم؟ فين صنفتوهم؟ شنو غادي يديروا؟ ها وحدين نتكلموا مثلا على قضية لاسينيسيس، هاد التصريحات اللي كدار المرة الأخيرة، راه ما خرجش القانون والمرسوم حتى الأخير لحظة، البوابة كانت مقفولة، الأجل تعطى ضيق 27 حتى 3 ضيق. ثانيا دابا الان اشنو هما يعني الاجال ديال التصريحات للشهور اللي جايه؟ كاين انت غادي يصرحوا الناس، واش المصرح مفتوح لكل شهر؟ خصوصا انه بعض المرات باش يدار البيلو راه كيتسنى داك المسؤول حتى لافان دو موا، حتى لاخر الشهر، باش يبان ليه التصور، عاد يوضع داك الشيء باش يكون صادق وامين مع ويدير الواجب ديالو الوطني. شكرا. شكرا. الكلمة لفريق العدالة والتنمية. السيد الوزير المحترم، استمعنا بإمعان الأجوبة ديالك، وبالمناسبة نشد بحرارة على المجهودات التي تبذلونها ونثمنها، ونثمن كذلك كل الذين يشتغلون معكم على مستوى وزارة الشغل، وكذلك ما تقومون به مجهودات جبار. ولكن في نفس الوقت سيد الوزير لابد من وضع الأسبوع على بعض الهفوات اللي كاينه وبعض الإشكالات اللي كاينه، واللي كنتمنوا على أنكم تصدوا لها وتتعاملوا معها بما يتطلبه الأمر. عندنا مجموعة ديال الملاحظات حول بعض المؤسسات الإنتاجية، بعض المقاولات اللي استغلت الظرف ديال الطوارئ للاعتداء على الحقوق ديال الأجراء والاعتداء على الحقوق ديال النقابيين.
كنقولوا بان عندنا بعض المقاولات الشريفه المواطنه، ولكن كاين بعض اللي خصنا نبدا اننا نرصدوا هذه الممارسات هذه اللي هي غير مقبوله. رقم واحد، اولا طرد بسبب الانتماء النقابي، وغادي نعطي الاسماء ديال الشركه هنا، للاسف ما يمكنش نعطي اسم ديال الشركه هنا امام المواطنين، ولكن نسجلها وغادي نعطيهم لك السيد الوزير في طنجة. وكاين عندنا فرض العطله المرضيه نموذج ديال البريد، كتلقى مسؤول نقابي كتفرض عليه عطله مرضيه بقرار باش الانتقام منه. ثانيا، فرض العطل على الاجراء بدون اجره، وعندي شركه اكس في الدار البيضاء. ثالثا، التملص من اداء اجره النصف الاول من مارس رغم اشتغالهم بالنسبه للشركات التي توقفت بعد 15 مارس نماذج كاينة في طنجة. رابعا، التملص من اداء الاجور رغم عدم تاثر نشاط الشركه، بل بعض الشركات اللي ازداد النشاط ديالها خلال هذه الجائحه شركه اكس اللي كاينه في النواصر. خامسا، المنخرطون في السينسيس السيد الوزير حوالي 3.5 مليون اللي مصرح بهم خلال فبراير 2.5 مليون، اذا شنو المصير ديال الاخرين اللي ما صرحش بهم في شهر فبراير؟ سادسا، مقاولات بالقطاع المهيكل لم تصرح بعمالها، الشركه مثلا اللي وقع فيها مشكل في الدار البيضاء راه وجدنا بان ما مصرحاش بالعمال ديالها. سابعا، اجراء في وضعيه نزاع مع المشغل لاكثر من 4 اشهر لم يصرح بهم في فبراير، وصل ملف العرض على اللجنه الوطنيه للبحث والمصالحه ولم تعقد بسبب حاله الطوارئ. اذا هادو ما استفدوا لا كاجراء من التصعودات لا ديال صندوق الضمان الاجتماعي لا ديال الرميد ولا ديال القطاع غير المهيكل. ثامنا، عدم تفهم الابناك لوضعيه بعض الاجراء في المؤسسات العموميه كالسككيين مثلا، لان عندهم بعض التعويضات داخله في الحسابات ديالهم، هاد التعويضات لما تحرموا منها اللي مشاو للابناك ما لقاوش تجاوب مع الابناك. كنطالبكم السيد الوزير بالمزيد من مراقبه الاجراءات اللي كتحافظ على الحقوق ديال اجراء المغاربه، واعتبار الاصابه بالمرض اثناء العمل حادثه شغل، كما كنطالبوا بايجاد حلول لقطاع النقل. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد المستشار. الكلمه للفريق الحركي، تفضل سي بقالي. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيد الوزير المحترم، نشكركم اولا على هذه المعطيات الهامه وعلى هذا الجواب القيم، وتفاعلا معه في اطار التفاعل معه استحضارا لوقع جائحه كورونا على قطاع التشغيل والمهنيين، نود في الفريق الحركي ان نسجل بعض الملاحظات وبعض المقترحات وهي كالتالي. اولا، نثمن الاجراءات المتخذه من طرف لجنه اليقظه الاقتصاديه التي تهم تعويض الاجراء العاملين في القطاع الخاص المهيكل المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقدر عددهم ب 800,000 اجير. وكذلك صرف تعويض الاسر المستفيده من خدمه راميد وللعاملين في القطاع غير المهيكل، مما يعكس روح التضامن الوطني الذي ابان عنه المغرب ملكا وحكومه وشعبا في هذه الازمه الوبائيه. ثانيا، نتطلع الى رؤيه حكوميه بتدابير انيه ومقبله محدده وواضحه لضمان استعاده المقاولات المتضرره من جائحه كورونا لعافيتها ومناعتها وتنافسيتها وللحفاظ على مناصب الشغل، علما ان عدد المقاولات المتضرره من الجائحه يفوق 132,000 مقاوله، مما ينذر بازمه اجتماعيه وشيكه ما لم تتدخل الحكومه لدعم هذه المقاولات وتوجيهها وتمويلها ثم دفع المستحقات ديالها. ثالثا، نجدد التاكيد على ضروره انخراط الابناك بكل مسؤوليه في المجهودات الحكوميه لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، وهي مناسبه لنسجل تذمرنا من مساله اعاده جدوله قروض المقاولات وقروض الاستهلاك والسكن لثلاثه اشهر قابله للتمديد مره واحده لفائده المتوقفين عن العمل بسبب الجائحه، لكن تحت الطلب ومقابل رفع نسب الفائده واداء الرسوم، في حين ان المطلوب والمفروض هو مجانيه التاخير وبتلقائياته. رابعا، نسجل مره اخرى السيد الوزير باسف شديد تاخر الحكومه في اخراج المراسم التطبيقيه لقانون تعميم التغطيه الصحيه والاجتماعيه للمهن الحره والمستقلين غير الاجراء، وهو ما نتطلع الى تداركه في اقرب وقت ممكن. شكرا السيد الوزير المحترم. شكرا السيد المستشار. الكلمه لفريق التجمع الوطني الاحرار، تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، بدايه لابد ان ننوه بالشغيله المغربيه العامله بالقطاعين العام والخاص
على التضحيات الجسام التي يقومون بها في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا على غرار باقي دول العالم التي رضخت وخضعت وانصاعت لهذه الجائحة العالمية. هذه الشغيلة الصبور الصامدة تفاعلت بشكل إيجابي مع كل مبادرة جلالة الملك، وساهمت بشكل طوعي وتلقائي في دعم الصندوق الخاص لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19. لذا يجب عليكم سيد الوزير، ونحن نعيش ذكرى فاتح ماي عيد الشغل الأممي والذي مر هذه السنة بشكل افتراضي، مواصلة الإصلاحات للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة التي تناضل من مختلف المواقع لتحصين المجتمع وحمايته وصون كرامته وتوفير كل المواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية خاصة في هذه الظروف الصعبة. فتحية تقدير وامتنان للساهرين على أمننا الداخلي والخارجي، أمننا الصحي وأمننا الغذائي وأمننا المالي، يشتغلون ليل نهار من أجل تصريف كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية كي يعيش المواطن في أمن وأمان. لا داعي للتذكير هنا بأهمية الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع المهيكل وفي ظرف قياسي، والتي تضررت جراء التدابير الاحترازية المتخذة بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية، منوهين بقرار منح تعويض 2000 درهم لكل الأجراء المصرح بهم من طرف المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أقرت بأنها تواجه صعوبات من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو. قرار شجاع وسليم، حيث ساهمنا إلى جانبكم في إخراج القانون المنظم لهذه العملية في ظرف قياسي، إذ حافظنا لهؤلاء الأجراء على كافة حقوقهم بما فيها ديمومة عقد الشغل وحق الولوج إلى كافة الخدمات الصحية والاستفادة من التعويضات العائلية، وفي ذلك حماية لمناصب الشغل ودعم المقاولات الموقفة عن العمل. سيد الوزير المحترم، المناسبة شرط كذلك يدعوكم فيها فريق تجمع الوطني الأحرار بضرورة وضع حد للفوضى التي تعيشها مصحات لاسينيسيس والمزاجية التي تدبر بها. فمن غير المنطقي في مغرب القرن 21 أن نجد أطرا شبه طبي يشتغلون لدى هذه المصحات بنظام صخرة. لذا وجب عليكم الإسراع بتسوية أوضاع شغيلة هذه المؤسسات أو تفويتها للقطاع الخاص من أجل تطوير أدائها. فأزمة كورونا كشفت المستور في طريقة تدبير هذه المؤسسات التي تتوفر على رأس التاريخ المحترم. انتهى الوقت سيد المستشار. الكلمة للفريق الاشتراكي سيد السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أكيد أن بلادنا دارت مجهودات مهمة جدا في هذه المرحلة لتخفيف من المعاناة سواء المقاولة أو الأجراء أو الناس في القطاع غير المهيكل أو الفئات الهشة في المجتمع. وأكيد أن بلادنا اشتغلت وحاولت أن تشتغل قدر الإمكان في إطار الإطار الدستوري واحترام مقومات الدستور واحترام مقومات القوانين. لكن فيما يتعلق بالجهات المتضررة، يعني المقاولة والأجراء اللي مصيرهم مشترك اليوم، مشترك اليوم، المقاربة التشاركية للأسف الشديد لم تؤخذ بعين الاعتبار. الصوت النقابي مغيب في كل المؤسسات المحدثة لمواجهة وباء كورونا، سواء على لجنة اليقظة الوطنية أو الجهات وعلى مستوى الأقاليم والنقابات. الصوت النقابي مع الدرجة الأولى، ولسنا ندري لماذا تغيب هذا الصوت النقابي. المسألة الثانية ما يتعلق بالمقاولات، هناك مقاولات مواطنة أكيد نشد يعني نرفع لها القبعة، لكن هناك مقاولات للأسف الشديد استغلت الظرفية لتحايل مخزي. واعتقد ان طاقه ديال وزاره الشغل في التفتيش للاسف الشديد الاطار البشري لا يكفي للوقوف على كل الاختلالات اللي يمكن تكون في هذا المجال. المساله الثالثه، الابناك الاجير اليوم والموظف او غيره في وضع صعب، واما قررت لجنه اليقظه تاجيل اقصى قروض السكن والاستهلاك. للاسف الشديد الابناك قررت الدوله لجنة اليقظة، يعني الدولة المغربية بضمانات الدولة المغربية، الأبناك اليوم للأسف الشديد أو البنوك للأسف الشديد تدفع الناس للتوقيع على وثائق ترهنوا مستقبلهم بشكل آخر وبشكل سيء بخلفية سيئة. قرض 15000 درهم اللي قرضته الدولة يعني ضعيف جدا، لا يمكن أن ينقذ مقاولة صغيرة. كذلك أكسجين في أيضا شيء غير معروف بالنسبة بأنه كان العلاقة ما بين الأبناك والمقاولات، العلاقة بين الأبناك والأفراد فيها شيء حاجة ماشي هي هذه.
لذلك السيد الوزير أعتقد اليوم أننا بحاجة إلى مدخل أساسي في هذه الوضعية وهو الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية بين كل المكونات، سواء بين المقابلة والأجرة أو بين الأطراف الثلاثة لتدبير المرحلة، لأن احنا بحاجة اليوم خاصة للمستقبل إجراءات رفع الحجر وكذلك ما بعد رفع الحجر ندبر المرحلة، لأن ستكون المرحلة صعبة، وبالتالي نحن نحتاج إلى تعاقد اجتماعي جديد حقيقي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والسجام لندبر المرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة ستكون صعبة وستكون قاسية على مجموعة يعني لا على الأجراء ولا على المقاولات، ولكن شكرا سيد الرئيس المحترم أن نعزز في هذه المرحلة انتهى الوقت الديمقراطية التشاركية. شكرا الكلمة لفريق الاتحاد العام مقاولة المغرب، انتهى الوقت ديالكم السيد الرئيس. نمر الكلمة فريق الاتحاد المغربي للشغل، السيدة المستشارة تفضلي. شكرا سيد رئيس. خلدت الطبقة العاملة ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي الذي دخلت فيه بلادنا منذ حوالي شهر ونصف، وما رافقها من إجراءات وقائية وتدابير احترازية. وبهذه المناسبة نحيي عاليا الطبقة العاملة على ما أبانت عنه من جاهزية واستعداد دائم للتضحية خدمة للوطن والمواطنين بالتصدي في كل الواجهات لتداعيات جائحة كوفيد 19. إلا أنه وفي مقابل الزخم التضامني والتضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي ومنها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم بتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطنين في خرق سافر للقانون من قبيل تسريح العمال وتعويض الموقوفين بالمقاومين وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم. الاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاق من الاستفادة. الاستهتار بصحة وسلامة العمال والعاملات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع والمساحات التجارية. ويدخل في خانة هذه الأساليب المحبطة للعزيمة وروح الإجماع الوطني ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الوقت الذي أتى فيه الرأي العام الوطني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون بالضمان الاجتماعي ومصحاته التي استقبلت المصابين بالوباء، وبدل الالتفات إلى فئة الممرضين والممرضات متعاقدين وتمكينهم من حقهم الدستوري في توفير الحماية الاجتماعية، فإذا بالإدارة الصندوق تقدم في خطوة خارج الزمن على إقالة مدير مصحة الزراوي لا لشيء سوى الاحتفال المصحة بتعافي عدد من المصابين بوباء كورونا على غرار ما تقوم به المصحات والمؤسسات الاستشفائية الأخرى، وهو تصرف لم نجد له من تفسير سوى محاولة يائسة وبإعاز وتدخل سافر من أطراف خارجية عن المؤسسة لحجب المساهمة الفعالة لهذه المصحات، تصرف لن يثني جنود مصحات الضمان الاجتماعي في بذل المزيد من المجهودات بهمة كبيرة وكل تفاني، ولا يثنيهم عن التنازل عن حقهم في التضامن مع زميلهم إلى حين تراجع عن قرار الإعفاء الجائر ونيل حقوقهم في الترسيم والحماية الاجتماعية. السيد الوزير، بدلا من الكباب على مشروع قانون تكميم أفواه المغاربة، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بالإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين من خلال الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل موقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية. شكرا سيدة المستشارة. تكثيف عملية مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات والمساحات التجارية. شكرا. الكلمة لفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تفضل سيد المستشار. سيد الوزير، كنشكركم على التوضيحات اللي تفضلتم بها، لكن لا بد من تنبيهكم إلى شريحة مهمة من المجتمع المغربي التي تعاني في صمت، ويتعلق الأمر بسكان البوادي أي عمال القطاع الفلاحي. فهذه الفئة الأبواب كلها صدت في وجهها، الحجر الصحي، الجفاف، منع الأسواق التي تعتبر مصدر كسب لفئة أو لعدد كبير منهم. لهذا سيد الوزير كنطلبوا منكم باش
توليو عناية لهذه الفئة وأن تكون لها أولوية ومعاملة تتميز بالاستعجال والمرونة. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار. الكلمة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في البداية بمناسبة فتح ماي لابد من أن نحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية بكل أطيافها وأصنافها، والتي أجلت كل مطالبها وحقوقها وظروف اشتغالها بنوع من نكران الذات للقيام بواجبها الوطني. سيد الوزير، لقينا إجماع اليوم وطني حول قداسة المواطن قبل الاقتصاد، وبالتالي الأجراء هم مواطنون. لذا يجب التعامل وبكل صرامة مع فرض الإجراءات الصحية والاحترازية داخل أماكن العمل، ونقل المستخدمين واتخاذ التدابير الزجرية ضد المخالفين. ما نتسناوش حتى تولي بؤر ديال انتشار ديال الوباء داخل الوحدات الصناعية عاد يمكن نسدوا بعض المقاولات. عندنا نماذج ديال عدد كبير من المقاولات اليوم تقدس الربح، بقى ما عرفاتش على أنه اليوم لا رابح، الرابح الأول والأخير هو الوطن. اليوم كل شيء خصو يمشي في هذا الاتجاه. لهذا غير مسموح اليوم أنه بعض المقاولات، أولا نحيي عاليا بعض المقاولات المواطنة والتي أبنت عن حس وطني باتخاذها عدد من المبادرات الإنسانية تجاه الأجراء نتاعها. حنا اللي كنطلبوه هو أنه ما يمكنش اليوم نغامروا بالمواطنين اللي هم الأجراء ونخليهم عرضة ل يعني عدم الاهتمام ديال 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 بعض المقاولين من فرض هذه الإجراءات الصحية. وعندنا نماذج في المعامل ديال السماك، عندنا واحد العدد ديال النماذج اللي ما كتفرض حتى شي حاجة. مفتشي الشغل بهذه المناسبة نحييه عاليا، مفتشي الشغل رغم قلتهم وحتى هما في الصفوف الأمامية كيمشيو باش يراقبوا، ولكن شحال قدكم تراقبوا بالعدد البسيط اللي عندكم. اليوم المفروض في الحكومة أنها تتعامل بشفافية أكثر. أولا شكون المستفيدين من هذا الصندوق ديال الدعم ديال المقاولات والأجراء، وتتعلوا على الأسماء ديال الناس اللي استفدوا. اليوم يجب مباشرة الحوار الاجتماعي، كاين تغييب الأجراء والنقابات في كل الأجهزة اللي عندها، اللي كنتو كتعتبروا أنه الأجراء في صلب الرفع ديال الاقتصاد الوطني. اليوم خصكم تباشروا الحوار الاجتماعي لضوء استراتيجية ما بعد هذا الوباء. اليوم خص داخل المقاولات تفعيل دور طبيب الشغل، وخصو يتحمل المسؤولية. إذا كانت شي مقاولة ما كتحترمش الضوابط الاحترازية، خص طبيب الشغل يتحمل المسؤولية. وخصكم تعرفوا واش كاين طبيب الشغل اليوم في المقاولات ولا لا. اليوم خصكم تفعلوا الدور ديال لجنة الصحة والسلامة داخل المقاولات، ما كايناش نهائيا. شكرا. لذلك السيد الوزير، شكرا سيد الرئيس، في حاجة إلى سيد الرئيس من فضلك اجتماعية. شكرا. من فضلك. شكرا. الكلمة يكون السيد الوزير لرد على التعقيبات. تفضل السيد الوزير في حدود الوقت المتبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدات والسادة المستشارين المحترمون، حييكم جميعا على تفاعلكم وعلى تعقيباتكم. سأبدأ ببعض الملاحظات الواردة المتعلقة والتي جاءت فعلا، والمنهجية التي اخترتها والتي جاءت حتى قبل في مرحلة طرح الأسئلة. غنبدأ بالمرسوم ديال المادة 16. ثم تدركون جيدا على الأقل بالنسبة للناس ديال السجين وبالنسبة للناس ديال النقابات اللي هم شركاء ديالنا في هذا الأمر، هذا تدركون جيدا المراحل التي وصل إليها هذا المرسوم والإعداد دياله. وأحيي الفرق التي تشتغل معنا، سواء ديال السجين أو ديال الهيئة النقابية المركزية النقابية الأكثر تمثيلية، على الدفاع ديالهم المستمت على المصالح ديال الجهات التي يمثلونها بروح وطنية عالية وبكفاءة كبيرة. ولكن يبدو راه ما كاينش تواصل بين هذيك الفرق وهذو اللي هنا عندي، على الأقل في بعض الحالات، لأن هذاك المرسوم كان وجد في الأول وفيه ملاحظات جوهرية.
فيه ملاحظات متعلقه بان المرسوم كيجي كيحدد لي الحالات ديال الاستثناء المتعلقه بالموسميه. الموسميه ليست حاله استثنائيه يمكن ان ترد في المرسوم. الموسميه نص عليها المشريع في الماده 16. وكنخليو القضاء التدبير ديال هذا الامر حسب الظروف وحسب الاعراف ديال ممارسه العمل في كل منطقه. الماده 16 تتحدث عن حاله استثنائيه خارج الحالات الوارده في الماده 16. المشرع حدد بعض الحالات في الماده 16 وفتح الامكانيه ديال تحديد بعض الحالات الاخرى. مشينا فعلا بحثنا، درنا بحث كبير في التشريعات الدوليه، وهذا الاخوان مشكورين عليه، والاخوان الفرق المشتغله ديال العمل لو سواء ديال الوزاره او ديال 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 الهيئات الشركاء ديالنا مشكورين على هذاك العمل اللي كيديروا، عمل جدي وبتوجيه شخصي مني في هذاك على الاقل في هذاك المرسوم، لان الامر لا يتعلق بالتفصيل في الموسميه، وانتم عارفين هذا الشيء، وهذا الشيء اللي اثر على المرسوم ما خرجش له، واليوم الحمد لله المرسوم اصبح نهائيا وانتهى، تم التوافق عليه، هو في المسطره ديال المصادقه، وانتم تعرفون هذا جيدا للاسف الشديد. قانون الاضراب نفس الشيء، القانون التنظيمي لممارسه حق الاضراب هو قانون تنظيمي، وهو ايضا موضوع اتفاق ديال 25 فبراير 2019 وتم التوافق عليه. وتم التوافق في هذاك الاتفاق على ان تفتح المشاورات مع الهيئات النقابيه بصدده قبل اطلاق النقاش ديالو في البرلمان، وهو ما تم. اليوم نحن على مشارف استكمال المشاورات. سمعنا الاخوان في المركزيات النقابيه، سمعنا الاخوان في السجاهم، داروا لنا ملاحظات ديالهم كتابيه، خدينا منها يعني فتحنا نقاش مع القطاعات الحكوميه المعنيه، لان هذا القانون ماشي ديال وزاره الشغل بوحدها، ديال قطاعات حكوميه عريضه، فتحنا معها النقاش، وصلنا الى بعض الصياغ التي يمكن ان تكون اليوم. نرجع للنقابه نتحدث اليها قبل ان نطلق النقاش ان شاء الله. كان ممكن انه يكون دابا بدا في مجلس النواب، ولكن للاسف الشديد هذه الجائحه اجلت الموضوع. ايضا نفس لان بعض الاشياء وبعض المشاريع التي نشتغل عليها انا ما كنبغيش الحقيقه باش يجيو المنظمه يطرحوها، لان كنطرحوها معاهم، كنشتغلوا معاهم يوميا، هم عارفين التفاصيل الدقيقه ديالها، عارفين التفاصيل الدقيقه ديال هذا المرسوم ديال قانون الاضراب فين وصل، وعارفين التفاصيل الدقيقه ديال مدونه الشغل والعمل اللي بدينا فيه. بدينا درنا فعلا نقاش مع الشركاء ديالنا باش نديروا يوم دراسي بشراكه مع القضاء، باش من خلاله غنطلقوا التشاور المتعلق بمدونه الشغل، لان الحضور ديال القضاء اساسي، حنا كنطبقوه في الشركات وفي المقاولات مدونه الشغل، ولكن عندما نختلف كنلتجئوا للقضاء، الراي ديال القضاء اساسي ومهم، والجهات القضائيه يجب ان تكون حاضره. كنا غنطلقوا نقاش حول مدونه الشغل من هذاك اليوم الدراسي، ايضا تاجل نتيجه هذه الازمه، وانتم جميعا على الاقل الاخوان ديال النقابات وديال السجاهم عارفين هذا الشيء. ما يتعلق بالتصريحات سي حمضي، هاد التصريحات كان هناك تقصيد، هذيك اللي كانت في اللجنه ذاك النهار، وانت ما كنتيش في اللجنه باش تعقب عليا وتدافع على المقاولات في حينه. ما غاديش نسحبوا اليوم والناس راهو وضحتوا من بعد. كان المفروض تكون حاضر في اللجنه وتجاو وتعقب عليا تما ونتذكر انا وياك تما ونسالي وهذاك اللي اسمه تما الا عندك فيه ملاحظه. ولكن الامر يتعلق ما قلته وضحتوا من بعد لا يمس بالمقاوله نهائيا. المقاوله الوطنيه قدمت وتقدم تضحيات وتشتغل بجزء كبير من نسيج المقاولة الوطنية، يشتغل بروح وطنية عالية وبتضحية كبيرة. هذا الشيء ما ينكره حتى واحد، إلا انكرتو غيضحكوا عليا الناس، لأن المغاربة كيشوفوا داك الشيء في الواقع ديالهم. ولكن في المقابل كاين بعض الممارسات الأخرى يجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نحذر منها في كل مرة. لا بد أن نشير إلى هذه الأشياء وأن نتحدث عنها. لما تحدثت عن مدرسة خاصة وأنت عارف هذا الشيء، أنا ما هضرتش على مدرسة، أنا هضرت على شهر ثلاثة وقلت ممكن تكون أخطاء متعلقه بالتصريحات، وهذا الشيء مناسبه ما وقعش غير المدارس الخاصه، وقع لبعض المقاولات الاخرى اللي راه غتكونوا تبعتوا. درنا بلاغ في صندوق الضمان الاجتماعي تنقولوا ان بعض المقاولات اللي صرحت عن طريق الخطا، لان يمكن كان الناس ما فاهمينش، كاين اللي كيتوقع ان التصريحات المتعلقه بالفتره كلها غتكون في هذيك المرحله، كاين كل واحد هو كان شويه ديال نوع من عدم الفهم الجيد في هذيك المرحله، وفتحنا الامكانيه ديال الناس اللي خداو اللي استافدوا يرجعوا الى غير ذلك فتحناه. ولكن بالنسبه لبعض الحالات، لان خلينا واحد المجموعه ديال الحالات مشينا ثبتنا وتاكدنا منها بعض الحالات، على كل حال خدينا فيها قرارات مؤخرا، وبالتالي هذا الشيء ما كاينش وما كاين ما يتسحب، الامور عاديه والناس فاهمين. وبالمناسبه اتصل بالسيد رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب، وهو يشاطرني الراي في هذاك الشيء اللي قلت، وما فيه حتى مشكل ولا يستهدف اي مقاوله ولا اي قطاع
من القطاعات الإنتاجية أو الخدماتية في 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 بلادنا. بالنسبة ل بالنسبة للناس المستفيدين من الدعم الاجتماعي اللي دار في هذه المرحلة هذه، ما تمشيوش لحالة خاصة، جميع الحالات أو الوضعيات اللي ممكن يكونوا فيها الأجارة المتوقفون عن عملهم خلال هذه المرحلة استفدوا. لأن في البلاد في بلادنا كاينين جوج ديال الأنواع، كاينين الناس منتمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه فئة، وكاين الناس خارج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فئة أخرى، ما كاينش شي أجر أخر خارج هذو. الناس ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندهم مسطرة دارت لهم، والناس خارج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا جميع الآخرون غير مسجلين في الشهر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتضررون بسبب هذه الجائحة هم معنيون خارج 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 هذيك المسطرة ديال فرقنا درنا ميزنا بين تم التمييز بين الناس ديال 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 راميد وخارج راميد، لأن في راميد الوضع أكثر ماشي أكثر صعوبة بحال الفئة الأخرى، لأن عندنا واحد القاعدة ديال المعطيات متعلقة بالناس ديال راميد يمكن أن يتم اللجوء إليها لضبط العملية والتعامل معها بيسر، على عكس الناس اللي براد راميد اللي تتبني العملية كلها منذ البداية، فقط هذا التمييز. أما اللي كاين هو أن جميع الحالات ديال الاشتغال ديال الأجراء التي يمكن تصورها في بلادنا هي مشمولة بهذا الدعم، الناس المتضررين بغض النظر عن الانتماءات المهنية ديالهم، وجاء المرسوم على كل حال، وجاء القانون 25-20 وجاء المرسوم التطبيقي له، هو حدد هذه الأمور بشكل واضح على الأقل بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جا كيحدد الشروط وكيعرف ما معنى المقاولة في وضعية صعوبة وتيحددها بشروط واضحة، كيقول لك المقاولة في وضعية صعوبة يا إما المقاولة التي تم إيقاف نشاطها بقرار إداري هذه واضحة، يا إما المقاولة التي فقدت 50% من رقم المعاملات ديالها الشهري شهر 4 مع شهر 4 2019 نفس الشيء بالنسبة لشهر 5 وشهر 6، أو لا المقاولات التي فقدت رقم المعاملات ديالها بنسبة بين 25 و50% هذه حالة خاصة تدوز في اللجان، وبالمناسبة اللجان تشتغل منذ أكثر من خمسة أيام للبت في الملفات المحالة عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بشهر أفريل. أنا بالنسبة ما يتعلق أيضا بالنسبة للمصحة ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالمناسبة نبدأ أننا نحيو عاليا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارة ومؤسسة، نعود نجدد التحية لهم والتفاعل ديالهم أيضا فيما يتعلق بوضع واحد العدد ديال المصحة ديالهم، رهنا إشارات الجهات المعنية الصحية المعنية والمساهمة ديالهم بشكل كبير أيضا في محاربة جائحة كورونا على هذا المستوى هذا. ولكن نقول لكم أن الخدمات اليوم اللي كتقدمها المصحة ديال الضمان الاجتماعي في إطار جائحة كورونا هي نوعية جدا، وأنتم والناس ممكن تشوفوا هذا الشيء من خلال الاتصال ديالكم. الملف ديال المصحة ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم هو موضوع دراسة يتم التفكير ووضع سيناريوهات لفتح لحل الإشكالات المتعلقة بهذه المصحات في إجمالها. دارت دراسة اليوم كاينة اللجنة تشتغل بين رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون ووزارة المالية والإدارة ديال الصندوق والفاعلين المعنيين، إن شاء الله غنحاولوا أننا نوجدوا الأولى كابسو على كل حال واحد العدد ديال الفاعلين المعنيين، إن شاء الله غنحاولوا نوجدوا الصيغة المثلى للتعامل مستقبلا مع هذه المصحات إن شاء الله، وحتى الأجراء المشتغلين في هذه المصحات غيكون حل واحد يمكن أن نجد من خلاله حلا لجميع الإشكالات المتعلقة بهذه المصحات. على كل حال أرجوك سيد الرئيس من فضلك تفضل سمرة سيد الوزير استأنف. نعم، بالنسبة للعمال الفلاحيين كما قلت، العمال الفلاحيين هم أيضا ينتمون إلى هذه الفئة، إذا كانوا مصرحين بصندوق الضمان الاجتماعي مصرحين، إذا كانوا مصرحين شرف الفئات الأخرى. ولكن على كل حال أنا أقول لكم أن كاين بعض القطاعات يجب أن تشتغل، لأن اليوم المغاربة ضروري أن بعض القطاعات تشتغل باش المغاربة يجلسوا في ديورهم، القطاعات المتعلقة كلها بالصناعات الغذائية يجب أن تشتغل، ما غاديش نمشي ونعطيهم في الصندوق ويقع مشكل. ولذا فالمرسوم مشى دار واحد الإمكانية ديال أن القطاعات الوزارية المعنية غتحدد لوائح ديال الأنشطة الاقتصادية الغير معنية بالاستفادة من الصندوق، الغير معنية بالاستفادة من الصندوق هذه غتمشي خص الوزراء ديالها يمشيو يخدموا. صحيح أنا متفق معكم ضرورة احترام الشروط
ديال الصحه والسلامه داخل اماكن العمل، هذيك اللي جاني قلنا هذاك الشيء علاش انتقلنا لمرحله اخرى. كنا في الاول كيديروا زياره مفتشين الشغل، ثم بعد ذلك مشارك مع وزاره التجاره والصناعه، ثم اليوم لجنه موسعه فيها الداخليه والصحه، يعني لجنه موسعه تتمشي تتاخذ تما في عين المكان القرار. تعطيتكم على كل حال بعض القرارات اللي اتخذت في هذا المجال. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا السيد الوزير، والشكر موصول للجميع المساهمة الفعالة. ورفعت الجلسة الشفهية ونمر مباشرة.